الله من المجتهدات يعني اللي من السنه الاولى وهي غاديه بنصائح، وهذه السنه تتفوز بالبكالوريا ديالها افيك مونسيون تري بيان. استفاد الى ثاني مره كتمر عندنا الفريزي، استفاد الى الفنانه الصغيره والمطربه الكبيره ريتا خالد. طالبة على الشهر على يعني باش ندرس اصول وتعاليم طرب اصيل عربي اصيل. كان اختيار في اغنية الاغاني صباح اليوم على اساس هذا حب لها ولا فقط هو عندي حب جميع المطربات ديال الثمن الفن الجميل اللي ما فيهم ورده يعني بزاف ديال العمالقه. جات واحد صدفه مع استاذ صلاح اقترح عليا انا نغني صباح ونحاول ندخلو شويه من الطرب الكلاسيكي يعني نمشيو شويه للجبلي ندير واحد الطابع جبلي. كانت فكره محببه عجبتني وحفظت هذوك الاغاني وانت ما شفتهم ما شاء الله. تفكر انك تقول شي حاجه خاصه ديالك؟ فعلا عندي واحد ديو مع الاستاذ صلاح مع الاستاذ جلال جواهر من المصطفى الفتي واحد العمل رياضة الشدة ان شاء الله غادي نعاود بخير. تحياتي لكل المشاهدين لكل المتتبعين الطرب الفني الاصيل وتحيه لجمعيه عشاق الطرب الاصيل على هذه الدعوه الكريمه وتنشكرها جزيلا. تنشكرك استاذ خالد واشكر كذلك جريده اصوات على هذه الفرصه النبيله اللي تنظهر يعني معكم وتنتمنى انني ان شاء الله المشاركه ديالي تكون مشاركه قيمه ونتمنى انه في كل المناسبات الطربيه الاصيله خصوصا طرب كذلك المغربي الاصيل ان يكون دائما حاضر في يعني جمعياتكم جمعيات عشاق الطرب الاصيل. وصراحة انا فخور وسعيد بهذه المشاركه الطيبه. شنو الاغاني اللي اختارت في هذه المناسبه هذه؟ في هذه الدوره يعني عاملين تكريما لروح الموسيقار العظيم الاسطوره الفنان محمد فوزي ساغني له بعض الخالدات في الحنعه وكاين هناك يعني اغاني اخرى من كرمين كذلك اصوات سيئه عربيه مطربه لنا كذلك مطربه صباح
الفنية جدت المبادرة حتى يكون صراحة المبادرة بدأت مني كنت صغيرة مي بابا هو اللي اكتشفني باش نمشي كونسيرفاتوار باش نقيد فيه وتقيد عند الاستاذ صالح الشمقاوي اللي كنشكرو من هذا المنبر هو اللي عاوني باش زعما نغني ونغني الاغاني الترابية عرفتي الجمهور شكون هي معكم غيتا خالد هذا العام ثاني غاني في الأفريقيا الكونغولية علاش التوجه ديالك للأغنية العربية الكلاسيكية بالضبط وأنت باقا صغيرة تبعها؟ أنا كتعجبني الكلمة والألحان فملي كنرجع للأغاني القديمة كنسمع أن كاينين ألحان اللي هما يعني واخدين بلا يسمو يعني باش تاخذ أنك تمشي في الفن بعيد خاصك ضروري لا باز هي الطرف تبارك الله عليك ومزيدا من التألق إن شاء الله ميرسي بوكو كنشكر أولا جريدة أطوال على سيدي خالد غزالي كنشكرك بزاف على الوجود ديالك معنا ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.